يا دكتور عن المخالفات نفسها ما بتقتصرش على الطرف الإعلامي، يعني ماشي أو ممكن يكون في مخالفات عملتها الصحفية، بس في مخالفات من الجانب الآخر. كنا عايزين نعرف اللوائح التأديبية داخل نقابة الأطباء إذا ثبت على الفريق الطبي انتهاك اللوائح. طيب، في عندنا شكاوى كتير في الحقيقة بتقدم ضد الأطباء وبيثبت صحة بعضها وخطأ بعضها الآخر، وفي الحقيقة احنا لا نتستر ولا نتهاون مع اي مهمل او اي مخالف لآداب مهنة الطب. اخيرا من كام يوم تم نشر في وسائل الاعلام ان في بعض الاطباء نشروا صورة مريضة في داخل غرفة العمليات بدون ضرورة طبية ملحة وبدون اذن من المريضة، ده نفسه مخالف لآداب مهنة الطب، وبمجرد وصول شكوى في هذا الامر سيتم التحقيق فورا. ولا نتهاون ابدا في حقوق المرضى، احنا بنقول احنا نقابة الاطباء صحيح، لكن احنا واجبنا ان احنا نحافظ على مصالح الاطباء، مصالح المرضى والمنظومه الصحيه في مصر كلها. تمام، حضرتك شايف يا دكتور معلش يعني اللوائح التاديبيه بتنص على ايه لو ثبت فعلا انتهاك لحق؟ طيب، اللوائح التاديبيه ما فيهاش في الحقيقه عقوبه محدده لكل مخالفه محدده، وبيترك الأمر للمحكمة التأديبية الموجودة في النقابة على حسب بشاعة المخالفة أو حجم المخالفة، لكن بتبدأ العقوبات بصفة عامة بالإنذار ثم الغرامة ثم إيقاف القيد من مزاولة المهنة لمدة سنة ثم أخيرا الشطب نهائيا من سجلات مهنة الطب. بناء على كل مخالفة المحكمة التأديبية بتختار العقوبة المناسبة.